قبل ما نبدأ الفيديو حق علي أن نشكركم دائما على التفاعل ديالكم، اشتراك، جيم وتعليق إيجابي. وهذا الشيء لكان كيدل على شي حاجة، فراه كيدل على أنكم جمهور راقي، حيث هذا التفاعل كيحفزني نعطي أكثر وكيخلي خوارزمية اليوتيوب تنشر الفيديو. ودير في بالك إلا كان صانع المحتوى هو اللي كيصنع المحتوى، فراه الجمهور هو اللي كيصنع صانع المحتوى. مشينا. في الفيديو اللي قبل كنا تكلمنا فيه على الجنرال محمد المدبوح، وكان أول شخصية بدينا بها في السلسلة اللي كتتعلق بالتعريب الشخصيات اللي مرت معانا في سلسلة انقلاب الصخيرات وانقلاب البوينغ. أما الشخصية الثانية ولا الاسم الثاني اللي غنتكلموا عليه في السلسلة فهو الكولونيل محمد عبابو، منفذ انقلاب الصخيرات. فشكون هو محمد عبابو؟ وشنو المسار ديالو الدراسي والمهني؟ وشنو الموقع ديالو من انقلاب الصخيرات؟ وكيفاش كانت النهاية ديالو؟ فهادشي اللي غنشوف في هذا الفيديو. محمد عبابو تزاد بمنطقة أغنول نواحي شمال تازة سنة 1935، وكان الأب ديالو هو شيخ القبيلة، الشي اللي خلى عبابو ما يكونش بحال باقي ولا الدوار. وعوض يقرأ في المزيد، فالأب ديالو بصيفته شيخ القبيلة غيديه يقرأ الدراسة الأولية ديالو في المدرسة الابتدائية الفرنسية بإقليم تازة. من بعد غيلتحق عبابو بالأكاديمية العسكرية الملكية، وكان متفوق على الأقران ديالو في مختلف المجالات، وتخرج من الأكاديمية برتبة ملازم سنة 1956، الفترة اللي كان فيها المغرب يلا خد الاستقلال، وكان كيعرف نقص في الأطر العسكرية. وتم تعيين عبابو في القصر الملكي كمرافق خاص، وخدم كرئيس في عدة وحدات. وهنا غيضيع الصيد ديال عبابو بفضل الذكاء ديالو والتفوق والبطولات. من بعد غيمشي عبابو لباريس باش يتابع الدراسة ديالو العسكرية العليا في مدرسة أركان الحرب، وكانت هذه هي الفرصة ديالو باش يبين على المهارات ديالو وأنه عسكري كفء. وبالفعل تخرج عبابو بميزة حسن، وكان عبابو محبوب عند الجنرال دريس بن عمر بطل معركة الرمال، وكان كيمدح عبابو في بزاف ديال المواقف. وحسب بعض الشهادات فالجنرال بن عمر تلقى رسالة من مدرسة أركان الحرب باريس اللي فيها ثناء على عبابو والكفاءة ديالو، الشي اللي خلى الجنرال دريس بن عمر يحط العين على عبابو ويراقب التحركات ديالو. ملي رجع عبابو من فرنسا غيتعين كرئيس لمركز التكوين العسكري بمدينة الحاجب، وقدر عبابو يساهم بطريقته الخاصة في بناء هذا المركز من بعد ما كان شبه مهمش. في سنة 1968 غيتولى عبابو قيادة مدرسة أهرمومو العسكرية، وهنا غتبدا تبان ملامح شخصية عبابو الحقيقية، وكانت الهيئة ديالو كتشبه الإمبراطور نابليون، الشي اللي خلى البعض يلقبه بنابليون الصغير، وكان معروف بالذكاء والدهاء والصرام والحزم، وكان شعور الضباط والتلاميذ تجاه عبابو شعور ممزوج بالخوف والاحترام في نفس الوقت. وقدر عبابو يغير كل شيء في مدرسة أهرمومو العسكرية اللي كتواجد بشرق مدينة فاس على بعد 60 كيلومتر من جبال الأطلس. فبالفضل ديال نظام عبابو الصارم والتجارب اللي راكمها والتكوينات اللي تلقاها خاصة في مدرسة أركان الحرب باريس، قدر يرجع مدرسة أهرمومو مدرسة نموذجية كتوفر على تجهيزات فريدة من نوعها بحال خزان المياه اللي كيطل على المسبح، وقاعات للتعلم واللغات، ومختبر العلوم الطبيعية، وقاعات المحاضرات، والملاعب الرياضية. ولات هذه المدرسة مشهورة داخل وخارج أرض الوطن. وحسب بعض الروايات فالجنرال دريس بن عمر غيدير زيارة لمدرسة أهرمومو وغيتفاجئ من التغيير الكبير اللي طرأ على المدرسة، وهنا غيعطي العباب والضوء الأخضر باش يكون حر في التصرف. ولعل هادشي اللي شار ليه محمد الرئيس في المذكرات ديالو ملي كان كيتكلم على فترة التحقيقات مع الجنرال دريس بن عمر، واللي كان بغي يقول ليه هاد الكلام،
مون جنرال، لقد طرحت علي السؤال، واسمح لي بدوري أن أسألك، كيف وصل عباب إلى قمة الهرم؟ رغم وجود عشرات ضباط شبان الحيويين والأكفاء يفوقونه كفاءة، ضباط مغاربة بالمعنى الحقيقي للكلمة، تفخر بهم القوات المسلحة الملكية، ضباط نزهاء أصفياء وعون. وبصراحة ألم تكون على علم بأن عباب وليس يزور الحسابات ويزور الفواتير ويسرق عتاد الدولة ويقوم أصحابه بالسرقة ليلا؟ لماذا غضيتم الطرف؟ كل الجيش يعلم ذلك، وأنتم أيضا. وبالفعل فعباب كان معروف بالسطو وبمجموعة من الانتهاكات، حتى أنه كان كينتهك القوانين العسكرية. ومن بين هاد الانتهاكات اللي كان كيدير عبابه زيادة عدد التلاميذ من 300 تلميذ ل 1500 تلميذ بلا ما ياخذ الموافقة من المكتب الثالث لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. هاد المكتب اللي كان كيشرف على كاع مؤسسات التكوين العسكري في البلاد، الشيء اللي خلى يكون واحد الاكتظاظ في غرف التلاميذ. ومن بين التجاوزات اللي كان كيدير عبابه أنه شكل فرقة كتكون من جنود الضباط الأقوياء بقيادة عق حروش واللي كانت كتسمى بالمافيا. كانت المهمة ديالها هي الخروج بالشاحنات في الليل وسرقة مواد البناء والمواشي والخشب، لدرجة أنه في واحد اليوم جابوا خلاط وآلة حفر باش يصايبوا بها مسبح في المدرسة. والأغرب من هذا الشيء أن عباب حول واحد المجرى ديال الماء لفائدة المدرسة. وبالرغم من العديد من الشكاوى إلا أن الشكاوى أمشات في مهب الريح، حيث عبابه كانت عنده سلطة وكيتضرب ليه ألف حساب، وكان كينال تعاطف الجنرالات اللي كان كيعرض عليهم ويدير ليهم حفلات بالمشوي والشيخات. كان عبابه غادي بالمنطق الميكيافيلي الغاية تبرر الوسيلة، وكان عايش بخلفية وتوجه مادي. وكيأكد هادشي الكلام اللي حكاه محمد الرئيس في المذكرات ديالو، ملي قال كان عباب صاحب طموح كبير لا يتراجع لأي سبب، لا يثق في أي كان، وانطوائي نوعا ما حتى مع عائلتي. كان لا يؤمن بأي شيء مادي حتى النخاع. وأتذكر حادثة وقعت قبل شهر من انقلاب الصخيرات، فقد أيقظه الحارس الليل ومساعده وأخبروه أنهم رأوا بغلة المقابر، البغلة السرسارة، تدخل بيته، وقد أكدوا له بأنهم شاهدوها تجر سلسلة طويلة مشدودة إلى قائمتها الأخيرة. انفجر عباب ضاحكا وسأله هل كانت بيضاء أم سوداء؟ أجابه المرعوبون الثلاثة بأنها بيضاء، فقال لهم لا يهم، في المرة القادمة اربطوها لنقل المؤونة. أيها الأغبياء، لا يوجد شياطين أو جن، إن شيطانكم هو أنا في المرة القادمة، سأودعكم في السجن كلكم. أجابه أشجعهم لكن مون كولونيل، هذا فأل سيء لك، كلنا تحت رحمة الله ونحن بشر ضعفاء. فرد عليه عبابه أنتم ممكن، أما أنا فلا، لا أؤمن بشيء إلا أنا. وكي أكدت شي كذلك حدث آخر، كيقول محمد الرئيس مرت جنازة أمام الثكنة في صفره، فالتفت نحو عباب وسأل القبطان شلاط أتساءل لماذا نأتي إلى الحياة إذا كنا سنموت؟ فأجابه شلاط هذه سنة الحياة، وقد شاءها الله هكذا، والحياة فوق الأرض عابرة، لأن الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة، وبعد الصراط هنالك من سيدخل الجنة وهناك من سيدخل النار. فرد عليه عبابه في رأيي لا حياة بعد الموت، هناك العدم واللا نهائي، عالمنا هو الجحيم للبؤساء والجنة للأغنياء، وعندما نموت يكون ذلك إلى الأبد. ثم التفت نحوي مبتسما وسألني ما هو رأيك الرئيس؟ عندما يصبح جسمك ترابا هل تعتقد أنك ستحيا من جديد؟ أجبته بطبيعة الحال لأن هناك البعث والنشور. فعلق قائلا أتمنى ألا أموت، ولا أعتقد أني سأموت، لأنني أنوي البقاء على قيد الحياة لمدة طويلة وسنرى. كان عباب في بداية المسار دياله المهني كيمتاز بالحيوية
والإرادة والكفاءة، وكان كل شيء كيتنبأ ليه بمستقبل زاير، وكان كل شيء كيرشح يكون في منصب وزير الدفاع. لكن مع مرور الأيام بدأت السمعة ديال عباب كتوسخ بسبب الخروقات والفساد والتبذير والتزوير الإداري والغش، وبدأ كيتغيب على المدرسة وكيكثر من التنقلات لمدينة الرباط وإهمال المهمة ديالو في المدرسة، الشيء اللي خلى تلاميذ وضباط المدرسة يطرحوا عدة تساؤلات وعلامة استفهام حول هذا التغير اللي طرأ على بابه. وبدأت كترش الشائعات بأنه كيوجد الامتحان للدخول المدرسة الحربية العليا، والبعض بدأ كيخمن بأن عبابه غيتعين من طرف الملك إما عامل إقليم تازة ولا مدير عام الأمن الوطني. وكل هالتخمينات كانت خاطئة، حيث اللي كان شاغل عبابه في هذه المرحلة هو التخطيط الانقلاب مع الجنرال محمد المدبوع للإطاحة بالملك الحسن الثاني. في هذه الفترة وبالضبط مناسبة عيد العرش سنة 1971 غيترقى عبابه ونظم عبابه حفل كبير في المدرسة، وجاب شيخات الأطلس وآمر باش يتذبح 50 خروف ودجاج وطواجن من مختلف الأنواع بالإضافة لمشروبات الكحولية والمناضة والعواصر. ومن بعد أسبوع غينظموا الضباط حفل في مطعم الجنود وهدوا فيه نياشين وقبعة ذهبية لعبابه، الهدية اللي فرحت عبابه بزاف واختف فيهم بهذا الخطاب: لقد أهديتموني هدية ذهبية وأتمنى لكم صادقا مسارا مهنيا ذهبيا ولامعا مثل الهدية، وأتمنى أيضا أن تتحقق أمانيكم حتى تتكلل مجهوداتنا في يوم من الأيام بالنجاح والمجد. وغينظم مركز التدريب بمدينة صفرو اللي كان ملحق للمدرسة، غينظم حفل صغير على شرف عبابه، ولقى في عبابه خطاب كيوعد فيه الحضور بمستقبل زاير. في بداية شهر مارس غيعطي عبابه الأوامر لأطر مدرسة أهمومو باش يساليو البرنامج الدراسي والتدريبي قبل شهر ماي، وبالفعل غيساليو البرنامج قبل شهر ماي. وفي جوج ماي غيخبرهم عبابه بأن المدرسة غتشارك في مناورة كبرى بمدينة الحاجب واللي غيحضر لها الملك الحسن الثاني في موكب ملكي من مدينة فاس بمناسبة ذكرى إنشاء القوات المسلحة، وطلب منهم يستعدوا مزيان باش يشرفوا المدرسة. وفي 13 ماي أطلب منهم عبابه يشكلوا 15 كوموندوات، كل كوموندو كيتكون من 40 تلميذ كيرأسهم ضابط وكيساعدوا ضابط صف، وطلب منهم كذلك يشكلوا فصيلة خاصة اللي كتكون من الضباط وضباط صف، وتم تزويدهم بسيارات جيب وأسلحة ثقيلة. كان في الاعتقاد ديالهم أن المهمة هي القيام بمناورة بمدينة الحاجب، لكن الحقيقة اللي خفاها لهم عبابه هي أنهم متوجهين باش ينفذوا انقلاب عسكري، وكانت المهمة هي نصب كامل للموكب الملكي بعين الشكاك. أما الفصيلة الخاصة اللي كتكون من الضباط وضباط الصف فكانت المهمة ديالها هي محاصرة المنصة الرسمية بالحاجب والقضاء على أي محاولة محتملة. يوم 14 ماي كانت مدرسة أرمومو على استعداد تام باش ينطلقوا المهمة اللي تكلفوا بها، لكن في آخر لحظة غيتصل المدبوح بعبابه وطلب منه يتراجع على هذه المحاولة الانقلابية، حيث شاف الدوائر الأمنية كدير بالمروحية عملية استكشاف وفحص الطريق اللي غيدوز منها الموكب الملكي، وخاف الدوائر الأمنية تكتشف الكامل اللي نصبه عبابه وينكشف أمر الانقلاب. ملي توصل عبابه بهذا الإخبار أطلب من مدير الدراسات القبطان بالكبير يمشي لنادي الضباط بمدرسة أهرمومو ويخبرهم بأنه وقع واحد الطارئ، وأنه عوض ما يتوجه لمدينة الحاجب القيام بالمناورة غيتوجهوا لمدينة صفرو ويكتفيوا ببعض التمارين الحربية الخفيفة. في هذه المرحلة غيبدأ المدبوح وعبابه كيفكروا في الوقت المناسب لتنفيذ الانقلاب، وهنا غيختاروا يوم عيد ميلاد الملك اللي غيكون في 10 يوليوز سنة 1971 بقصر السخيرات. هذه المناسبة اللي غيكونوا حاضرين لها عدة شخصيات بارزة في الداخل والخارج، واتفق المدبوح مع عبابه باش يكون انقلاب أبيض بلا حرب يتنازل فيه الملك أمام الحضور على الملك. ملي تراجع عبابه على المحاولة الانقلابية بمدينة الحاجب غيلقاو التلاميذ والأطر راسهم في مرحلة فراغ، خاصة أن البرنامج الدراسي والتدريبي سالق بالوقت. وهنا
غيحاول عباب ويشغلهم شي حاجة، وغيستغل الحفل اللي كتنظم بمناسبة عيد الشباب وطلب منهم يديروا بعض الأنشطة ويتمرنوا عليها مزيان. وفي 9 يوليوز غيتم إخبار الأطر والتلاميذ بإجراء مناورة أخرى، واللي غتكون هذه المرة في بن سليمان، وتعطات الأوامر من عبابه باش يتم تشكيل 25 ديال الكوموندوات. كل كوموندو كيتكون من 40 تلميذ مخلطين من تلاميذ السنة الأولى والثانية والثالثة، وكان كيرأسهم ضابط وكيساعدوا ضابط صف. وطلب منهم يشكلوا فرقة خاصة اللي كتكون من الضباط والضباط الصف، واللي غتكون في المقدمة. وفي الفترة المسائية مع 6 تقريبا فرقوا عليهم الأسلحة والأغذية المعلبة، وكانت كل السيارات جاهزة في ساحة السلاح بالمدرسة، وكانوا الكوموندوات شادين الصف مع الرئيس ديالهم وكيتسناو الأمر باش يركبوا الشاحنات. أما ضباط الفرق الخاصة فكانوا مجموعين حدا سيارات جيب اللي كانت هز المدافع والرشاشات. هذا المشهد المريب أثار الحيرة ديال ليوتنون فورتاس، وهو طبيب المدرسة جا في إطار المساعدة العسكرية، الشي اللي خلاه يتوجه بهذا السؤال للقبطان غلول: قل لي أيها القبطان، لدي انطباع بأنكم تهيئون انقلابا. فرد عليه غلول: لا أيها ليوتنون، بلادنا هادئة أو مستقرة. ومع 6:30 تقريبا غيوصل الكولونيل محمد عبابو ومع الأخ الأكبر ديالو محمد عبابو جايين من مدينة فاس بلباسهم المدني. ملي دارت الوحدات استعراض قدامه غيطلب منهم يركبوا الشاحنات، وطلب من الضباط يلتحقوا به بالقاعة الشرفية باش يديروا الاجتماع. غيبدأ عبابو في الخطاب ديالو بتهنئة الضباط على الجدية في العمل، وتحول الحديث على المناورة وقال لهم: أنتم تعرفون الاحترام الذي أكنه لكم جميعا والثقة التي أحملها لكل واحد منكم. لا يمكنني أن أتجاهل الاحترام والتقدير الذي تكنونه لشخصي. ستنظم مناورة ببن سليمان، عادة تقوم كتيبة بهذا التمرين، لكنني صارعت كثيرا لكي تتكلف المدرسة بالعملية. لقد أقنعتهم بأن مدرستنا هي أفضل من يقوم بهذه المهمة، ولهذا أعول عليكم حتى تنجح المناورة. أتمنى أن يكون الجميع على استعداد، وإذا ما وجد بينكم من هو على مرض أو عاجز على القيام بالمهمة فما عليه سوى الجهر بذلك، وسأعفيه بدون دغينة. هل لديكم أسئلة؟ في هذه اللحظة كل شيء غيبقى ساكت، وغيهز محمد الرئيس صبعه شافوا عبابه وضحكوا وقال له: أش تم الرئيس؟ واش بغيت يطلب شي حاجة؟ وغيوقف الرئيس وقف التحية وغيقول: نعم كولونيل، بغيت نعرف المهمة بالضبط وتعطينا الموضوع ديالها اللي كان ممكن، حيث غيكون من الأفضل نطالعوا على المهمة والوضع هي قبل ما نبداو فيها. هو يجاوب عباب بدون تردد: ما عنديش علم بالأمر، حيث المسألة بيض الجنرالات، وبالمناسبة غدا غتلقى مع واحد القيادة عليا هي اللي غتعطيكم التفاصيل المهمة اللي غديروها. وملي سال الاجتماع بداو الضباط كيغادروا القاعة، أما عبابو فغيعطي آخر التعليمات ديالو وأمر المسؤول على الهاتف باش ما يتصل بتشي حد وما يجاوب حتى على شي مكالمة. وملي سال مشى مع الأخ ديالو لمدينة مكناس. أما في المقصف ديال الضباط ملي كانوا كيتعشاو غيقول لهم ليوتنون فورتاس من خلال الخطاب ديال الكولونيل عبابو وحسب تحليله بعض الإشارات، فغدا غيكون انقلاب عسكري. وهنا غيبداو كيضحكوا حيت اعتقدوا أن فورتاس غير كيمزح، لكن التخميم ديال الطبيب فورتاس كان صحيح، حيث فعلا المهمة كانت هي القيام بانقلاب على الملك الحسن الثاني بمناسبة عيد ميلاده 42 بقصر الصخيرات، ومشي مناورة في بن سليمان كيف ما خبر مع بابو. وفي 10 يوليوز 1971 مع الربع ديال الصباح غتغادر القافلة من أهرمومو في اتجاه الرباط بقيادة القبطان الشلاط. كانت القافلة غادة بواحد السرعة بطيئة، وبدات كتبان الشمس من اللي فاتت القافلة مدينة فاس، وغتزيد درجة الحرارة في الارتفاع من اللي وصلت القافلة للزقوطة، وغتدوز على سيدي قاسم ثم سيدي سليمان ثم سيدي حيا، ومن اللي وصلت القنيطرة غتدوز على الطريقة الرئيسية اللي كتأدي العاصمة، وغتوقف القافلة في بوقنادل. ولقاو في انتظارهم الكولونيل عبابو والأخ الأكبر ديالو محمد عبابو والقيادة العامة المتقدمة اللي كانت كتكون من الكولونيل عبد الله القادري
والكوموندو البريغي والمالطي وضابط الشرطة فتوحي. وكان حاضر كذلك الأخ الأصغر ديال عبابو واللي هو عبد العزيز عبابو المحاسب بالقيادة العامة، والضابط مزيرك الصهر ديال الجنرال المدبوح، وكانوا كاملين لابسين لباس مدني. وتعطات الأوامر للجنود باش ينزلوا الاستراحة وتناول الوجبة الغذائية. من بعد غينادي الكولونيل عبابو على الضباط وعلى القيادة العامة المتقدمة، وهي القيادة اللي كان تكلم عليها عبابو في الاجتماع اللي داروا مع الضباط في مدرسة ارمومو، باللي قال لهم غدا غتلقى مع واحد القيادة عليا هي اللي غتعطيكم تفاصيل مهمة. غيجمعهم عبابو في واحد الغابة صغيرة وتوجه لهم هذا الخطاب: أيها السادة، المهمة ديالنا غتكون هي محاصرة منشأة بالسخيرات احتلتها عناصر ثورية، خاصنا نسدو كل المنافذ ونخرجوا الأجانب ونديرهم في الشاحنات، ما تخليو تحت يهرب ولو يتطلب الأمر إطلاق النار. ومن اللي غيشوف عبابو علامة تعجب بادية على وجه الضباط غيشد واحد العود وغيرسم لهم على الأرض جوج ديال المستطيلات، وغيخط بيناتهم منافذ ومسالك، وقال لهم هادو هما البنايتين، غنقسموا القافلة لجوج الفرق، أنا غنتولى قيادة الفريق الأول واللي غيدخل المكان من الباب الجنوبي من جهة البيضاء، أما الفريق الثاني فغيتولى القيادة ديالو الأخ ديالي واللي غيدخل المكان من الباب الشمالي من جهة الرباط. ومن اللي سال الاجتماع غيطلب عبابو من الضباط يلتحقوا بالجنود ويبلغوهم الأوامر ويكونوا على استعداد تام، وغيأمر لجودا شاف بالمعقول يوزع البدلات الحربية والرشاش لكل واحد من الضباط السامين بالقيادة العليا المتقدمة. من بعد ما تم تنفيذ الأوامر غيلبس عبابو البدلة الحربية وغيركب السيارة ديالو باش يقود القافلة اللي غتوجه للسخيرات، متبوع بالكولونيل القادري وموراه محمد عبابو اللي راكب أول سيارة جيب الفصيلة الخاصة. في هذه اللحظة كانوا التلاميذ والضباط غادي لقصر السخيرات على أساس مواجهة عناصر ثورية كيف ما خبرهم عبابو، لكن الحقيقة بخلاف ذلك، حيث القافلة متوجهة للسخيرات باش تنفذ الانقلاب كيف ما خطط عبابو المذبوح، وكانت هذه المرة الثانية اللي كيخدع فيها عبابو الجنود ديالو. غدوز القافلة على مدينة سلا وغتوصل العاصمة الرباط وغتوجه مباشرة للسخيرات، ومع الجوج تقريبا وصلت القافلة للسخيرات وبدا كيبان لهم القصر الملكي. وكما كان مخطط عبابو غدخل المجموعة الأولى من الباب الجنوبي بقيادة محمد عبابو وتوجه للباب الرئيسي للقصر، أما المجموعة الثانية اللي كانت بقيادة محمد عبابو فغدخل من الباب الشمالي. وكانت مقاومة ومنع من حراس القصر، وكانت مواجهة دامية بين الكولونيل لوباريز ومحمد عبابو، وسالت هذه المواجهة بإصابة خطيرة للكولونيل لوباريز اللي كان زيده وفاتح على شكل صليب كرسالة منه أنه غيحمي القصر والملك ولو يتطلب الأمر الموت ديالو. ومن اللي شاف عبابو هذه المقاومة أطلب من الرجال ديالو إطلاق النار بشكل عشوائي ويحاصروا القصر وما يخلوا تحت يهرب، وهنا اندلعت مواجهة من الرصاص وبداو بعض الضيوف كيهربوا والجنود كيجريو في كل مكان، ووقعت فوضى عارمة. أما الملك الحسن الثاني فغيتخبى في واحد المكان في القصر برفقة بعض الشخصيات، واللي كان من بينهم الجنرال أوفقير وزير الداخلية، وأحمد دليمي مدير الأمن الوطني، وأحمد العراقي الوزير الأول، والجنرال مولاي حفيظ العلوي ووزير الدولة أحمد العلوي. ومن اللي غيعرف الملك أن عبابو هو اللي قيد العملية غيتفاجأ، حيث عبابو كان من الضباط السامين وكان ديما كيحاول يلفت انتباه الملك في المناورات اللي كيديرها، وكيف ما قال محمد الرئيس فالكولونيل عبابو كان ديما كيبين أنه ملكي أكثر من الملك، لكن الظاهر شيء والباطن شيء آخر. وهنا غيقول الملك المرافق اللي كان معه بنوع من الاستغراب: لا أفهم، إنها الوحدة الأكثر تنظيما في جيشي، والعقيد عبابو صديق لأخي عبد الله. لا أفهم، أحاول تحليل الموقف. أما الجنرال المذبوح فغيلقى راسه في ورطة كبيرة وتفاجئ من هذا الرصاص اللي كيتطلق، الشي اللي ما كانش داخل في الخطة دياله، وغيتوجه مباشرة لعند الملك
وغيقول له هذه الضربة ديال عبابو شفتو بين المهاجمين على القصر، وغيطلب من الملك باش يمشيو عند عبابو يتفاوضوا معاه. لكن الملك الحسن الثاني غيرفض وغيقول للمذبوح انا ما نتفاوضش مع ضابط تحت الامره ديالي، نادي عليه هو يجي عندي. وفي وسط هاد الفوضى غيخرج المذبوح وغيمشي عند عبابو وغيقول له بلهجه صارمه اشنو هادشي عبابو، ما احترمتيش داكشي اللي اتفقنا عليه. غيجاوب عبابو بهدوء ماشي مشكل مون جينيرال، انا ساليت المرحله الاولى ودابا خاصك تنتقل للمرحله الثانيه. لكن الجنرال المذبوح غيجاوبو بغضب حبس هاد الفانتازيا، راه سبقت وامرتك باش ما تطلقش النار. غيجاوبو عبابو نهار كبير هذا والرجال ديالي ناشطين، واش اليوم مش يوم عيد ميلاد الملك؟ غيرد عليه المذبوح هذا حمام دم وراك وسختي يدي بالدم. لكن عبابو غيجاوب بهدوء اللي وقع وقع مون جينيرال، فين هو الملك دابا؟ غيجاوب المذبوح الملك في مكان امين وبغى يشوفك باش يتكلم معك. غيرد عليه عبابو واش تنازل على الحكم مون جينيرال؟ غيجاوب المذبوح نعم والتنازل ديالو في جيبي، دابا خصنا نتلاقاو الملك. غيرد عليه عبابو لكن مون جينيرال الا استسلم علاش غنشوفوه؟ من الافضل ننتقلوا للمرحله الثالثه. لكن المذبوح غيلع عليه انهم يتلاقاو الملك، وملي عبابو شاف المذبوح مصر على رؤيه الملك غيقول له الا كنا غنتلاقاو مع الملك غنجي مع الرجال ديالي. لكن المذبوح غيرفض وغيقول لعبابو لا الرجال ديالك غيبقاو على برا. وهنا غيبدا عبابو كيشك في المذبوح وغيدير راسو انه قبل يشوف الملك، وغيدخل المذبوح وموراه عبابو جوج خطوات غيغمز عبابو الرجال ديالو باش يتبعوه. وملي دخلوا القصر غيدور المذبوح عند الجنود وغيامرهم باش يقلبوا في كل مكان ويخرجوا المتواجدين في الداخل، وغيدور عند عبابو غيقول له ما فيها الشك الملك غيكون هنا وغنلقاه باي طريقه. في هذه اللحظه غيتفاجئ عبابو من تصرف المذبوح وغيحس ان المذبوح كيخطط لشي حاجه وغيسول المذبوح باستغراب. لكن مون جينيرال حسب ما فهمت من الكلام اللي قلتي لي على برا ان الملك في مكان امن وانه تنازل، اذا هذه المرحله ما كملتش وانت كذبتي عليا وخنتيني. غيرد عليه المذبوح حتى انت خنتيني ملي فسدت الخطه ديالي وغيرت الاوامر اللي عطيتك، ما كانش عليك تخدم الرصاص والعنف، انا كنت بغيت انقلاب ابيض ماشي حمام دم. وفي اللحظه اللي انصرف فيها المذبوح غيبقى عبابو مصدوم وغيحس بالغدر والخيانة من المذبوح، وهنا غيامر جوج من الرجال ديالو باش يتيريو في المذبوح. وفي اللحظه اللي غيطلقوا عليه النار غيكون الدكتور بنعيش خارج مع الأسرى قريب من المذبوح، وغيموت المذبوح وبنعيش في نفس اللحظه. وهنا كانت النهايه ديال المذبوح والبدايه ديال فشل الانقلاب، حيث المذبوح كان هو العقل المدبر اما عبابو فكان مجرد منفذ. وهنا غيولي عبابو هو اللي قايد الانقلاب في هذه المرحله وغيقود برعونه وتهور كبير كيف ما غنشوفوا من بعد. غيمشي عبابو وغيوقف امام الجثه ديال المذبوح وغيقول له كتستاهل هادشي اللي وقع لك، ومباشره غيتوجه عبابو لعند الجنود وغيطلب منهم يدخلوا القصر ويديروا الاجانب في الشاحنات، وغيتجمعوا الضيوف فيهم اللي شات الصف وفيهم اللي جالس على ركابيه. في هذه اللحظه غيبدا عبابو كيتامل في الضيوف، وهو يبان ليه الجنرال الغرباوي قائد لواء المدرعات، وغيمشي عنده عبابو ودخل معاه في حوار طويل باش يقنعوا انه ينضم ليه. لكن الغرباوي بقى ثابت على الموقف ديالو، وفي اللحظه اللي دار فيها عبابو باش يعطي الاوامر للجنود غيغمز الغرباوي احد الضباط باش يمد ليه السلاح، وفي اللحظه اللي غيتسلم فيها الغرباوي السلاح غيدور عبابو وغيتيري في الضابط وفي الغرباوي واللي غيموت في البلاصه. وهنا غيبداو يحتجوا بعض الدبلوماسيين الاجانب ويغوتوا، غيشوف فيهم عبابو وغيقول لهم تكالموا وما تخافوش قريب غناخذوا بيديكم. وحسب بعض الشهود فالكولونيل عبابو قال بمرارة لأحد الأقرباء ديالو
قريب غنبيع جلدي غالي. وفي الجانب الآخر كانوا ربعة الجنرالات، واللي هما الجنرال حمو أم حزون، والجنرال مصطفى أم حارش، والجنرال محمد حبيبي، والجنرال بوغرين، بالإضافة للكولونيل بولحيمس. ملي غيشوف عبابو بولحيمس غيبتسم ابتسامة شامتة وغيقول له: نهار كبير هذا كولونيل، جيتي تلقى قدامي، شحال استنيت الفرصة. العالم صغيرة كولونيل. كان الكولونيل بولحيمس عارف أن عبابو ما غيرحموش، حيت كانت بيناتهم عداوة كبيرة. ورغم ذلك أبقى الكولونيل بولحيمس كيزاوق ويترجف عبابو، لكن بدون جدوى، وغيأمر عبابو أحد الرجال يتيري فيه، وغيطوى أحد التلاميذ وغيتيري في ظهر بولحيمس، واللي غيطيح الأرض. من بعد دقيقة غيقول واحد من التلاميذ لعبابو: مون كولونيل راه مازال كيتنفس. غيرجع عبابو وغيحط رجلي على راس بولحيمس وغيقول للتلميذ: تيري هنا. هكا كيكون القتل. من بعد غيمشي عبابو عند الجنرالات الأربعة وغيقول لهم بأن الانقلاب نجح، وأن المذبوح مات برصاصة طائشة ملي انتازع تنازل الملك بالقوة، وأنه قريب يمشي الرباط باش يشكل مجلس الثورة، وعرض عليهم ينضموا ليه باش يكونوا جزء من مجلس الثورة، لكن غيبقاو ساكتين إلا الجنرال حمو اللي قال له: هذا لعب دراري، هادشي ما عنده معنى، أنا ما متفقش معك. في هاد اللحظة غيغضب عبابو وغيأمر الجنود باش يديرهم في السيارة، وطلب من الحراس يراقبهم، وغيدخل عبابو للقصر رفقة بعض الجنود للمرة الأخيرة، وبداو كيقلبوا على الملك. وملي ما لقاوش مشى عبابو عند القبطان بوجمعة اللي كان مساعد الأمير مولاي عبد الله، وغيسولوا على الملك، لكن ملي ما غيلقى الجواب من القبطان بوجمعة غيشك أن بوجمعة كيكذب عليه، وطلب من الرئيس باش يقتلو. في هاد اللحظة غيلتحق محمد عبابو اللي كان قائد المجموعة الثانية في الجهة الشمالية، ودخل في نقاش مع الأخ ديالو الكولونيل محمد عبابو، وناقشوا أمور الرهائن وتشكيل مجلس الثورة. وفي نهاية هذا النقاش غيطلب عبابو من الأخ ديالو يبقى في القصر باش يشرف على العملية ويواصل البحث على الملك، وغيخلي معاه ثلاثة ديال الكوموندوات. أما عبابو فغيركب السيارة ديالو وغيأمر الرجال ديالو يركبوا الشاحنات باش يتوجهوا للرباط، ودام مع الجنرالات الأربعة، وغينطلق عبابو موراه القافلة ديالو متوجهين للرباط باش يسيطروا على القيادة العليا وعلى الإذاعة والتلفازة واحتلال وزارة الداخلية، مخليين مراهم في قصر صخيرات مجزرة اللي خلفت العديد من الجرحى والقتلى. وملي وصلت القافلة للرباط غيوزع عبابو المهام، وغيكلف عبابو القبطان الشلاط بالسيطرة على الإذاعة والتلفازة، ويرسل كوموندو باش يدمروا محطات البث، وتكلف بهذه المهمة السوليوت مجاهد. لكن مجاهد ملي وصل لمحطة البث اتفق مع المسؤولين باش ما يخدموش الاجهزه، في مقابل ما يهرسوش الاجهزه، وغيامر عبابو كل من يطنع بسلام حيفي والسوليوت الياقيلي باش يحتلوا وزاره الداخليه ويديو معهم جوج كوموندوات. اما عبابو فغيتوجه لمقر القياده العامه، وكلف محمد الرئيس باش يحتل مقر القياده العامه القوات المسلحه الملكيه، ويرافقوا في هذه المهمه كل من الشلواطي وبوبري ويديو معهم كوموندو. غيتكلف الشلواطي باحتلال مركز البث والاتصال والمركز الهاتفي، اما بوبري فغيسولي على مخزن الايتاد والذخيره، اما الرئيس فغيوزع الرجال ديالو اللي كانوا كيشكلوا كوموندو ووزعهم على النقاط الحساسه، وغيدير تقرير على العمليه باش يسلموا لعبابو. وملي خدع عبابو التقرير من عند الرئيس غيامر جنود باش يهجموا على القياده العامه من الباب الكبير، وهنا غيبدا تبادل اطلاق النار بين المتامرين والمدافعين على النظام. هذه المواجهه اللي ما دامتش بزاف، وغيهرسوا الجنود الباب ومنهم اللي غينقز من الحيط، وغيتم السيطره على القياده من بعد ما استسلموا افراد الجيش اللي كانوا كيحميوا القياده. وغيتم عقد اجتماع في المكتب الثالث من طرف عبابو، واللي كان حاضر ليه كل من شلواطي والمالطي وبوبري، واللي خبرهم فيه عبابو بالوضع الحالي. ومن بعد ما رجعوا القيادة العامة غيوصل في هذه اللحظة الكولونيل محمد عبابو
اللي جا من صخيرات وغيتوجه لعند الاخ ديالو محمد عبابو، وغيدور بيناتهم نقاش حاد حيت عبابو كان مكلف بالبقاء في القصر والبحث على الملك وجل الرباط بدون اذن والاستشاره من الاخ ديالو محمد عبابو. وملي سال النقاش بيناتهم غيهد عبابو الوضع وغيطلب من محمد عبابو باش يتصل باليوتنون كولونيل سعد الفيلالي ويطلب منه يخلي فيلق المدرعات رهن اشاره عبابو، وامر كذلك باش يرسل البرقيات لكل وحدات الجيش وطلب منهم باش يمتثلوا الاوامر مجلس الثوره اللي كان برئاسه الكولونيل شلواطي. من بعد ما تمت السيطره على الوضع من طرف عبابو والجنود ديالو، غيجيب عبابو الجنرالات الاربعه حمو وامحارش وحبيبي وبوغرين وتكلم معهم ووزع عليهم المهام، وطلب من حمو يلتحق بالقنيطره باش يستلم زمام الامور ويدير الوحدات العسكريه ديالها تحت قياده مجلس الثوره. من بعد غيتوجه عبابو للمقر الاذاعه والتلفازه واللي كان كيحرص افراد من قوات التدخل السريع، وليوطن محمد طايف رئيس الفرقه المكلفه بحمايه الاذاعه والتلفازه اللي حاول يمنع عبابو والرجال ديالو من الدخول، وفي الاخير غيقتل عبابو ملي طلق عليه الرصاص. وبدات مواجهه عنيفه بين الرجال ديال عبابو وافراد التدخل السريع، ودامت هذه المواجهه 10 دقائق تقريبا. وملي تم القضاء على المقاومه دخل عبابو باش يتكلم مع المسؤولين وطلب منهم يوقفوا بث البرامج ويعوضوها بالموسيقى العسكريه لا كاليت، وطلب عبابو من الملحن عبد السلام اللي كان ما كيشوفش وقرب ليه الميكروفون طلب منه يردد الاعلان على امواج الاذاعه، وبدا الملحن عبد السلام كيردد الاعلان: لقد طلعت شمس جديده وتخلصنا من الملكيه، مرحبا بالجمهوريه، السلطه الان في يد الجيش، ان مجلس الثوره يطلب منكم الانحطاط والهدوء. وبقى كيتردد الاعلان بالتناوب مع الموسيقى العسكريه حتى العشرة ديال الليل تقريبا. وهنا غيدير عبابو القبطان الشلاط نائب ديالو في الاذاعه والتلفزه وتوجه مباشر للقياده العليا. ملي وصل عبابو دار اجتماع مع اعضاء مجلس الثوره واللي شارك فيه كل من عبابو والاخ ديالو والشلواطي وبوبري والمالطي والفنيري وعمي واجوان والجنرال حبيبي وامحارش وبوكرين. ووزع عبابو المهام وطلب من الجنرال حبيبي يرجع لقصر الصخيرات ويطلق سراح الاجانب ويعفي اعضاء الحكومه وبعض الشخصيات، ويواصل البحث على الملك الحسن الثاني والجنرال اوفقير والكولونيل الدليمي، ودار ران اشارته وليوطن محمد الغالو وثلاثه الشاحنات اللي كانت مدججه بالسلاح والجنود، وطلب من الجنرال بوغرين يلتحق بالمنطقه العسكريه بمكناس. وكانت كل الامور تحت سيطره عبابو الا انه وقع واحد الحدث اللي غيغير مجرى الاحداث، وهو ظهور الملك بالقصر سليم ومعافى. والاكيد ان المتابعين اللي ما عندهمش معرفه بتفاصيل هذا الموضوع غيتسائلوا كيفاش نجا الملك وسط ديك المجزرة اللي كانت في قصر الصخيرات. والجواب هو ان الملك كان في واحد المكان في القصر مع بعض الشخصيات اللي ذكرنا من قبل، وملي غادر عبابو رجع لهدوء القصر، وكان واحد الجندي كيتجول في القصر واللي هو كنوش محوش منقذ الملك. ملي كان كيتجول القصر سمع شي ناس كيقراو اللطيف وقرب من مصدر الصوت وحل عليهم الباب وطلب منهم يعرفوا بنفسهم، وكان مصوب سلاح ديالو تجاههم. وهنا غيقول له الملك: تهدنا ولدي، انا غنشرح لك كل شيء. اللي كيتكلم معك صاحب الجلاله الملك الحسن الثاني، انا هو القائد الاعلى الاركان العامه للقوات المسلحه الملكيه، واش بغيتي تقتلني؟ واش وليت كلكم حماق؟ وهنا غيبدا السرجان كنوش كيترعد وبدا الخوف كيسيطر عليه، خاصه انه كان مصوب الرشاش ديالو في وجه الملك. وهنا غيأدي السرجان كنوش التحيه العسكريه وغيقبل اليد ديال الملك. من بعد غيطلب من كنوش يجيب باقي الجنود اللي معاه وتجمعوا، وبدا كيقرا معاهم سوره الفاتحه بصوت عالي، وبداو كيلتحقوا باقي الجنود وكيصيحوا بصوت عالي: عاش الملك. وبدا الحسن الثاني كيطرح بعض الاسئله على الجنود وجاوبوه بان عبابو خدعهم
وغرر بهم وأنهم ما كانوش لاعين بالانقلاب. وهنا غينتقل الملك الحسن الثاني للعمل الميداني وعطى الأوامر باش يتم على الإفراج على الرهائن وإعطاء الإسعافات للجرحى وإخراج الجثث، وكلف الجنرال أفقير باش ينهي الانقلاب وإلقاء القبض على المشاركين، وطلب من الجنرال بشير البوهالي باش يقمع التمرد ويكسر شوكة الانقلاب، ومشى الجنرال بشير البوهالي لبن سليمان باش يجيب قوات دعم ضرورية وتوجه العاصمة باش يقوم بالمهمة ديالو. أما الكولونيل عبابو فكان التعب سيطر عليه بالإضافة للألم ديال الدراع ديالو بسبب الرصاصة اللي تصاب بها في قصر السخيرات، وغيجيبوا ليه الطبيب مولاي باش يخرج منه الرصاصة من دراعه اللي تشلت. ومن بعد هذه العملية أطلب عبابو من الضابط أزندور وقال له سير قول الضباط يجيو لعندي، بغيت ندوي معهم حيت في الحقيقة أنا آسف على توريط الوحدة ديالي في هذه العملية القذرة. لكن في اللحظة اللي غيتوجه فيها أزندور باش ينادي على الضباط غيدخلوا بعض الضباط ويخبروا عبابو بوصول الجنرال بشير البوهالي برفقة أفراد وحدة التدخل السريع وأنه في باب القيادة العامة. وهنا غيخرج عبابو باش يتلاقى البوهالي برفقة كل من عقا والإخوة ديالو وبعض الضباط. ملي تلاقى عبابو والبوهالي مشى كل واحد فيهم في اتجاه الآخر بحذر وغيوقفوا في نفس اللحظة، وكل واحد فيهم حاط يدو على الزينات ومصوب السلاح في اتجاه الآخر، وغيبدأ البوهالي الكلام اشنو كدير هنا الحقير، اخرج من القيادة. غيجاوبو عبابو انا في المكان ديالي، انت اللي خاصك تخرج الغبي. غيرد عليه البوهالي راك خسرتي، استسلم الحقير. وهنا غيلتاج عبابو للدبلوماسية وغيقول البوهالي بغيت ندوي معك وما فيها الشك غنوصل الحل المناسب. غيرفض البوهالي عرض عبابو وغيقول له استسلم وعط الامر الرجال ديالك باش يستسلموا ويحطوا السلاح الا بغيتوا تبقوا حيين. فهاد اللحظه غيحس كل واحد فيهم بالخطر تجاه الاخر، وفي نفس اللحظه غيتيريو في بعضياتهم. غيموت الجنرال بشير البوهالي في البلاصه، اما عبابو فغيطيح الدم كيقطر منه، وغيستجمع عبابو القوه ديالو وغيهز راسه بصعوبه وغيقول الذراع الايمن ديالو عقا حروش قتلني عقا. لكن عقا غيتردد انه يقتل القائد ديالو وغيولي يقول لعبابو انا مزاوك فيك عقا قتلني، هذا اخر امر عطيلك تيريها وما تخممش، الاخرين غيكون انتقام ديالهم اكثر من الموت. وهنا غيدور عقا راسو وغيتيري في القائد ديالو. وهنا كانت النهايه للعبابو واللي كانت معها النهايه للانقلاب.